عماله ما فيه، شباك ما فيه، ماتوري توا ب 20,000 معقوله اللي كنا ناخذ فيه بجنيهين 240 جنيه وطق لها 7 جنيه توا من 15 و20 فوق. من قله العماله الحوت الغالي، من قله العماله بالله عليك توا مراكب توا انا صينت ونبي ننزل بكره ما فيش عماله. لان لو في عماله وفي نجارين المراكب هذينا كلهم ينزل البحر يرخص الحوت، لكن توا اللي يخمن ما فيش ثلاث اربع مراكب كثير وخلى خمس فلايك. قلة عمالة بس ونجارين، ما فيش نجارين باش الواحد يصين وينزل. اولا سبب غلاء الحوت هو طبعا قلة الصيد، لان مراكب الصيد المراكب اللي شغلة توا شوية، والسبب قلة العمالة، العمالة المصرية والعمالة الاجنبية. المراكب اللي شغلة حاليا توا ينعدى على الصوابع. نجار هنا في المينا في نجار واحد هو اللي يخدم، نبو اثنين ثلاثة أربعة باش المراكب اللي برا تشوفين حضرتك هذين على الرصيف كل اللي ينزلن ويكتر الحوت وينقص السعر. وتاني حاجة برضا غلاء المعدات الصيد، وحاجة تانية ينبوها منهم نظافة المينا.